سالم يلعب الكرة لبوليتانو، بوليتانو عرضية من بوليتانو، أوسيمين، أوسيمين لا يتأخر كثيرا، يعود بنابولي للتقدم في هذه المباراة، يسجل كما سجل في هناك في دييغو مارادونا، يضع الكرة في المرمى ويسجل هدف في مرمى أودينيزي، هدف بالرأس، هدف بالرأس، هدف جميل لأوسيمين، يضع الكرة في المرمى محرزا هدف في المباراة الأول لأودينيزي، هدف في المباراة الأول يسجل فيكتور أوسيمين بذكريات الجولة 33 في الموسم الماضي حينما حققوا اللقب، حينما أعلنوا عن اللقب سجل في تلك المباراة في الدقيقة 80، ولكن الليلة هنا مبكرا يسجل في انطلاقة شوط المباراة الثاني، يضع الكرة في المرمى براسية قوية لا تصد، الرجل المقنع يظهر من جديد، يسجل في مرمى أودينيزي. سامارزيتش لولاس على منتصف ملعب المباراة إلى زيمورا، زيمورا بهذه الكرة جميلة على الجهة اليسرى، ممكن خطيرة أمام المرمى، جول الله في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة يسجل سيكسس، يسجل سيكسس، يعادل النتيجة، يبكي على الآمال، يبكي على الطموحات، سيكسس يضع الكرة في المرمى، أوهو هو وصلت، فرحة اكتملت، هذه أكثر من فرحة انتصار ستكون يا سيكسس، هذه أفضل من فرحة انتصار، هذه بمثابة الانتصار هو ذاته على نابولي في اللحظات الأخيرة، هدف التعادل يأتي، يبكي على الآمال، يبكي على الأمل، وبالتالي تعادل، تعادل نقطة، خير من لا شيء في هذه المباراة، خير من لا شيء يا سيكسس، إذا هدف